كأنه راحت الريحة مو هيك؟ بس لساتك على الآن. هلا الدبارة بتطلعني، العاب شوف العاب. شو جاي؟ هيا العب لي اياها. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. يا حياك يا بيت. شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام. هذا الشاي يا راجل. مين قال لك انا بدي شاي؟ هات واحد شاي واحد زورات يا راجل. عمل حسابكم انا ما معي مصاري. ليش نحن معنا يعني؟ طيب ما معكم مصاري ليش جاي تقعدوا بالقهوة؟ وين الروم؟ شو بعرفني؟ شو هالسلبة؟ شو ها؟ شاي وزورة. أنت طلبت شيء؟ ولا جبت زيرة؟ أنت؟ لا. لك أخي قول الأول ما معك مصاري. ما سألتوني؟ أخي ما أنا في العادة تطلع بدون مصاري. لك حاجة بقى أنت وياه بطلوا عادة الطلسة هيك شو تقعدوا بالقهوة معكم مصاري؟ أوف 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 أوف. خوض بلشت محاضرة. أخي لا محاضرة ولا شيء. أنتوا لازمكم مصاري. ليك على السؤال ما اجتبه، هل نحن لازمنا مصاري؟ شفت بالله معناتها مو لازمكم مصاري. اتأخروا عود لازمنا تشتركوا معي بالمشروع. مشروع؟ مشروع شو؟ تشتركوا معي ولا لا؟ يعني في عملين؟ لك خيرات الله فيه. قديش يعني؟ خلي في نصيب. ويا رجل احكيها. انا اقل 250 مكتوب في معي ابنه وبتعرف شيء انت. ايه لك شو هالجنان هالتبعك؟ عم بقول لك مشروع. فهم علي عم بيقول لك مشروع يعني مو اقل من 500 ليره باليوم صحيح ولي عجب لك شو هجنان انت وياه اذا واحدكم ما طلع له اقل شيء 10000 ليره لا يقبل العمى شو قلتوا موافقين طبعا روق شوي روق شوي شو اي طبعا اخي بالول المشروع شو هو مو ضروري تعرفوا انتوا نفسه اللي بقلكن عليه وبس يعني ما راح تقلنا شو المشروع لك يا اخي بخبركم خطوه بخطوه لا يعني ما لك ثقة فينا لا ما كتير يعني بثق فيكم شو رأيك سمير؟ معه نحن ما بنوثق فينا لا تزعل أبو عبيد الاعتراف بالذنب فضيلة إيه أبو الول هات لنشوف شو الخطوة الأولى رح أقلكم لحظة يا راجح هات ثلاثة قهوة سادة لهم بسرعة بحتر على حسابي تخصمه من أرباح المشروع بكرة قول لنشوف زيك هات قازوز لكان أول شيء بدنا نسوي الله حيو أبو عبيد يا بلول ها هذا هو الشغل اللي على ودنه روح له بعته لسمير يجيب الخبزات مشان سندويش ثلاثة لك ايوه الله يرضى عليك لأنه يمكن بدنا أكثر من 500 سندويشة يمكن ننقطع أبو ليه وين نروح الرزق كله نحن أنت شو دخلك أخي دافع شيء من جيبتك لا خلص لك عم بتنفس أعمل لك عليه بتاخذ 10000 ليرة ماشي. الله يرضى عليك أنا رايح أمن بقية العربيات أنت بتدري بالك تمام لك أخي وين حطلع على وياه أخي مو شغلتك على طريق المطار منيح بعدين فهمك يا حبيبي يلا باي ملوفك من يوم يومك ملوفك وانقل على العربيات روح عمل روح هات يا ابو سمران شباب صفوا لي العربيات لا تلزون على بعض مشان العجقة يلا يا سيدي ما حدا اجدب منه الا نحن ايه والله لك شو هالسلبة نحن شلون صدقنا شو بعرفني بس اللي بعرفه انه وائل من يوم ذكي هلا وائل ذكي يعني اذكى مني يا إيه سيدي اذكى منك بكثير ايام المدرسة كان ياخذ شو هيك انت ما تاخذ الا ضعيف نسيت والله مزبوط بس ما دخل المدرسة شيء والحياة شيء ثاني سمراء بلا فزلكه ها يا باطل احنا البضاعة ما تكفي لك شو صار معكم شباب خمس دقايق وبيكون كل شيء جاهز وبمكانه ابو اللول يلا شباب هلا الخطوة رقم أربعة واحد منكم بضل هون قدام الرزق وواحد منزل معي على الشام ماشي ماشي سمير خليك انت هون ايه لا ما رح ضل هون هلا لا تبلش دق وتسق ليش لتنزل انت مو انا خلصني انت وياه ما معنا وقت اخي نلعب جوز فرد موافق انا جوز انا فرد عندي تروى ثلاثة ثلاثة وثلاثة ستة يعني جوز ايه؟ ناقص واحد اربعة خمسة, خمسة. يعني فرد ايه؟ ماشي ناقص اثنين ثلاثة ثلاثة يعني جوز يلا سلام دير بالها خليك عندك هون تعال هون شو خليك عندك انت متأكد انه رح تزبط طبعا متأكد وشو عرفك شو عرفني انت شو بدك بلتي هي خلص انت عد الخمسين والحقني لوين لك محل ما بروح الحقني شو هذا ما معقول شو طبعك صعب شو هذا 50 1 2 3 4 5 6
واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة سبعة. أهلين يا معلم، تفضل أمور، عنا كل شي بدك ياه، فول، بوشار، بليلة، هريسة، عصير بردان، ودرة. بديش العرنوس؟ الصغير بخمسة والكبير بعشرة. اعطينا اثنين كبار لكان. امو تكرم عينك. بدي اسألك شلون الشغل معك؟ ان شاء الله ماشي الحال. مستورة والحمد لله. شايفتي هالأجدب وين مبسط؟ ارني افرى نفرى، ما في حدا غيرنا بالطريق وما لا يبسط غير هو. أجدب. عم تحكي عني معلم؟ لا حبيبي، عم بحكي عن الحيط. تفضل. يسلموا. يسلموا يديك. مسيك. سخنين دير بالك. يعيشوا معلم. على راس مهونة. إذا كل ساعة رح يمرق واحد، المشروع رح يربح خير الله.